رغم ما قدمه من خدمات جليلة للوطن في مجالات مختلفة، لم يحظى الشاعر والأديب والقاضي عبد الباري البركاني بأي اهتمام ولا بمرتب حكومي نظير تلك الأعمال الكبيرة. وصف بأنه من نوابغ عصره، حيث عين قاضيا لمحكمة الشط ثم كرش ورأس العارة وهو في عمر لا يتجاوز 19 ربيعا. إنه الشاعر والقاضي عبد الباري علي البركاني، والمولود في العام 1923 في بلدة تربة أبو الأسرار حاضرة الصبيحة العلمية. لم يكن شاعرا فقط، ولكنه كان قاضيا وكان أديبا يمتاز بالذكاء. فمن توفى والده في بطن أمه، فتولت أمه رعايته وتعليمه، فاستطاع بذكاء أن يحفظ علم المواريث وهو لم يتجاوز 19 من عمره. فبعدها عين في محكمة الشط قاضيا، وتنقل ما بين الشط وكرش والعارة. لم يكن البركاني مستمتعا بكرسي القضاء حينها، فقد شارك النضال ضد المستعمر البريطاني، وتنقل بين الشمال والجنوب مطاردة، وسجن لأكثر من مرة، فعاش معظم شبابه داخل السجون. أولا عاش في داخل الجنوب، وضايق من قبل الاستعمار البريطاني، وطارده، واعتقل عدة اعتقالات حتى أنه اضطر وهرب من داخل السجن إلى داخل الشمال. وكان يلقي قصائد شعرية مع الثورة في أيام يرجح من غالب البوزح، وفي أيام المناسبات حق سبتمبر والعياد، عندما وصل الرئيس جمال عبد الناصر لجزيرة اليمن ألقى قصيدة برضه في هذا. كان كل ما توجد مناسبة يقول في بها أشعار. عندما زار مصنع الغزل والنسيج أيضا كان يتفاعل مع أي حدث وينضم أبيات شعرية يصفها هذا الشيء. خلال مسيرته الأدبية الطويلة ظلت كلماته الشعرية البليغة تبث الحماس في نفوس المناضلين، وكانت معظم قصائده عبارة عن قصائد للوطن وللقومية العربية، وتقدر قصائده التي كتبها بخط يده بما يربو عن 80 قصيدة، ولا تزال حتى اللحظة لكنها مهددة بالتلف لعدم وجود ديوان مطبوع خاص به يحفظ أشعاره. ناظرا حرا بعد خروجه أو هروبه من السجن إلى استقر في منطقة الوازعية، تفجر على الحماس الثوري، كان يرسل رسائل تحريرية إلى أبناء الصبيحة في الجنوب وقصائده الشعرية الحماسية. فنتذكر في ذكرى 14 أكتوبر استشهاد راجح باللبوزة قال قصيدة طويلة يذكر في مطلعها اللي يقول فيها: كف معي وقفة إجلال وخاشع، لا حزينا لا ولا للدهر راكع، قف معي حي لبوزة إنه تاج الأدفان وأستاذ المعامع، وتذكر يوم دوى صوته معلن الحق في صوت المدافع، وتذكر يوم لبى شعبنا في الجبال والسهول والشوارع. رغم كل ما قدمه وما قاصه الشاعر والقاضي البركاني طيلة حياته النضالية والأدبية، لم يشفع له ذلك في الحصول على مصدر رزق يقيه تقلبات الحياة، وظل عفيفا فقيرا يكابد الحياة وحيدا دون نظرة تذكر من الجهة المعنية. رغم نضاله وتضحياته وضاق مرارة السجون، إلا أنه كان محروما منسيا من قبل الحكومات المتعاقبة في المديرية. طبعا عبد الباري أصيب بعدة أمراض لم يلتفت إليها أحد، وضاق مرارة المرض وقاسها وعانى حتى توفاه الله. وقال عليه الشاعر، قال عليه الأديب والإعلامي الكبير الأستاذ نجيب اليابلي، قال: القاضي عبد الباري دخل النضال جوعانا وخرج منه ومات جوعانا. عشرات القصائد الشعرية ناصر فيها الشاعر والقاضي البركاني وطنه وشعبه طيلة مسيرته النضالية، منتقدا تارة ومثنيا تارة أخرى، لكنه مات في العام 2005 رحمه الله دون أن يلقى من وطنه شيئا سوى الفقر والجوع والمعاناة التي كابد مررتها طيلة حياته كواحدا من ألمع الشخصيات النضالية والأدبية في تاريخ الصبيحة.